يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول هل يجوز أن أقول في الجلسة التي بين السجدتين أن أقول بعد قول رب اغفر لي، رب اغفر لي وارحمني وارزقني وتوفني مع الأبرار وقني عذاب النار؟ نعم، ورد بعض هذا، رب اغفر لي وارحمني واهدني وارزقني، هذا ورد عن الرسول صلى الله عليه وسلم. وإذا زدت عليه مما يوافق المشروع لا بأس. نعم.